نطرقوا بزاف ديال النقاط اللي هما يدخلوا في صلب الموضوع وكيما منهم يدخلوا السيد الرئيس صلب الموضوع. عندنا السيد الرئيس المدينه مدينه طنجه، السيد الرئيس اللي هي كما كنعرفوها بوابه افريقيا وبوابه اوروبا، وعندنا جوج بحورات. المواطن السيد الرئيس في الشارع يتساءل على الخدمات اللي قدمت الجماعه خلال السنه هذه. طبيعة الحال اللي كنكونوا جالسين كنسمعوا هذه الهضره هذه، انا بيدي ما كنقدر ما نجاوب. علاش؟ علاش حنا بيدنا السي الرئيس بدا ما غاطوش جوج مرات، كنعرفوا انه المجلس خلال السنه هذه ما قدم حتى اضافه. المجلس ما هبطش الميدان، ما خرجش الشارع، يتصرف الهموم ديال المواطنين. السيد الرئيس كيف ما كتعرفوا انه مقاطعه طنجه المدينه هي مقاطعه حساسه، مقاطعة كيف ما نقولو سيد الرئيس أنها عندها بزاف ديال الإكراهات اللي خص سيد الرئيس نطرقو ليها. من بين هاد الإكراهات هادو هو النظافة وتشجير المناطق الخضراء والتعمير والاعتمادات المالية. النظافة سيد الرئيس أنه خصك تعلم أن سيد الرئيس أنه رئيس مقاطعة أو النواب الرئيس اللي يكونوا هو عليه ما يقدرش يغير الحاوية من مكان إلى آخر إلا موافقة ديال موظف الجماعة، وهذه إهانة سيد الرئيس، إهانة كبيرة يعني حق المواطن وحق مجلس المقاطعة. إذا هذا النظام مقاطعة الكنائس الداخلية ما 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 صلحش هذا النظام هذا. بالنسبة لسيد الرئيس في المصالح ديال النظافة أنه كاين بعض النقاط السوداء اللي إذا عيطت عليهم المقاطعة أو عيطت عليهم المصلحة ديال النظافة كيتجاوبوا معنا الشركة حتى يديروا الإذن مع عند موظف الجامعة. فهمت سيد الرئيس؟ هادو ما كيحتاجوش أنهم يحتاجوا شي إمضاء أو تفويض، هادو كيحتاجوا أنهم تعطي التعليمات ديالك سيد الرئيس للمصالح المصلحة ديال النظافة أنه ملي عيط متعيط مقاطعة أو يعيط موظف المقاطعة أو يعيط نائب رئيس مكلف بالعمل تفوت النظافة يتاخذوا معاه يتواجبوا معاه، حيت هادشي اللي كان كيصب في الجامعة سيد الرئيس. المواطن سيد الرئيس ملي كيبغي يبدل البومية راه المقاطعة خصها تعمل طلب للجامعة، والجامعة تعمل طلب للشركة، والشركة تحدد النهار، وديك الشركة تراس الجامعة، والجماعة تراس المقاطعة، تتكون ديك البومبية سي الرئيس داز المجلس التسليم ما جاش البومبية رقم ما تبدلتش. وهذا هو سي الرئيس المواطن كيصب الغضب ديالو فينا حنا كمقاطعة، كي عندنا سياسة الخروج كيما ديالنا مفتوحة للمواطن أي ساعة كتدخل لعندنا. هاد المشاكل هادو كنسمعوها معنا يوميا، وحنايا نهضرو على هادشي هذا حيت بغا يسمعنا حنا هاد المواضيع اللي كنطرقو لينا. بالنسبة لسيد الرئيس توصل المقاطعة الاعتمادات المالية، أنا سيد الرئيس ملي دخلنا لدابا هاد العام تهلا شبرنا 60%، هاد 60% ديالي واش غنعدو بها البرقان؟ واش غنعدو بها الطرف؟ واش غنعدو بها راسين يسكنوا لوكوطر ولا ميميا للسيد المواطن؟ علاش هاد 60% سيد الرئيس؟ واش غنخلصو أمانديس؟ أمانديس كتحكوا لينا نخلصو أمانديس مليار و 800 وانا في المقاطعة ان شاء الله صبرت 60%، مالا كمل لها كمل لها الاباني زاد الجي ديالي، كمل لها 900 مليون الجي ديالي. عمار كتراسلوا لنا المراسلات شحال هذو راه ماشي تراسلوا لنا، انتم كتعرفوا الواقع في المقاطعة، انتم عارفين في المقاطعة شنو انتم عطيتوها. بالنسبة لرئيس التواصل الرئيس مع المقاطعة، بالنسبة لي انا كمقاطعة طنجة المدينة سيد الرئيس عن التواصل معليش تواصل مع المسير المسير ولا معك سيد الرئيس، كاين بزاف ديال المشاكل كنعانيو منها. حنا سيد الرئيس حنا ماغاديش كنقولو انت ما غاتخدم شي ولا ما غاتعمل شي، حنا عارفين الضغط اللي عندك كرئيس جمعية، كرئيس جمعية عملاء المغرب كطلب السفارات بزاف، كطلب بزاف ديال المسافات، ما فيها باس إلا كلفتينا سيد الرئيس، حنا نطلبو عليك، حنا نهضو من المدينة، حنا ما غاديش نتينا سيد الرئيس تقود هاد الشيء هذا، بالحق حنا نكونو حنا جنود مجندين موراك. بعد ما سكرتش كنهضر لك على حائط، ما تخرجش معانا، هذا يدل على انه هذا المجلس
تمكين المواطن من قضاء مصالحه في احسن الظروف والاجال وتبسيط المصافر الاجتماعيه وتبسيط المصافر وتقريب المرافق والخدمات الاساسيه منه. الا ما تعرفش شي مزيان في هذا المجلس استطاعت الخطابات ديال السيد كون على يقين ان غادي تتغير غادي تنضخر حتى شي درجه. حنا دابا حنا ما كان السيد المواطن ما كنعرفوش حتى كيفاش نلطفوه ما كيفاش ننقيو الشارع عاد غنضربو حنايا لتبسيط المصافر. حنا كيما كانت شي مسطره سهله حنا كنزيدو نعقدوها ولا كانت شي مسطره مواطن خصو يدير حاجه 24 ساعه حنا نبقاو نديوها ونجيبو عليها كيكره الاداره كيكره المنطقه كيكره كيف يعرف درجه اليوم انا دايس في الطريق والله كان جبر هذا قائد ملحقه الله يجزيه بخير هو بيد رجال اعوان السلطه كيجفوا لنا الهرم الدجاج اللي فاش كنا لاسونسور واش عاون السلطه شباب تجفف كيجفف فين هو هذا الملتقى من هنا؟ سيد ولي العمر يهضر بينا مره اخرى قال لك الملتقى فيه هذا الشارع راه عنده الصح الملتقى الدور ديالو ما كاينش يا سيد الرئيس ومادام الدور ديال المنتخب ما كاينش اذا الرئيس اللي كيتراس هذا المجلس خصو يعاود النظر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.